اليوم طبعا رايح للسفارة الصينية عشان ترسيم. أنا كنت أعطيت مكتب السياحي يعني ينهي الإجراءات، وخدت تقريبا يمكن من 7 إلى 3 أسابيع بعد اتصال علي المندوب على أساس نحدد اليوم. يبدو لي إن الموعد ثابت اللي هو 12 الظهر، لكن الأيام ما أدري هل هي ثابتة ولا لا، لكن بالنسبة للموعد أتوقع إنه ثابت. فأنا اللي رايح للسفارة الصينية مقسم ونشوف شو بعدها. طبعا أنا خلصت الحين من السفارة، و أول ما تجون السفارة طبعا لازم تجون بالوقت المحدد لكم. إذا الساعة 12 لازم تجي قبل يعني تجي بال12 تكون عند الباب 12 إلا 5 طبعا، وتدخل تعطي جوازك وتأكد إن اسمك موجود من ضمن القائمة اللي مسموح تدخل وتبصم. قبل 12 ما راح تدخل، قبل 12 ما راح تدخل، وحطوا حسابكم إنه في الحي الدبلوماسي عشان كذا يمكن تلقى زحمة قدامك أو تفتيش أو اللي هو. بعد ما تدخل السفارة تاخذ يسار، في يمين يسار، خذ يسار زي الدرج تطلع فيه، بعدين ينزلك على مكتب. المكتب هو مكتب القنصلية ومكتب التأشيرات ومكتب الترسيم. أول ما تدخل تلقى مندوب من المكتب اللي أنت اللي يخلص لك أو أوراقك أو مجهز أوراقك اللي حنا اشتغلنا معه، وهو اللي تقريبا اسمه سندرس. خلنا أعطيكم إياهم، اسمه مكتب سندرس هو المعني بإنهاء تأشيرات الصين في السعودية. تنتظر دورك، طبعا ما في ارقام تعطيها، بس تنتظر دورك، اسمك موجود عندهم. لما يجي وقت التبصيم راح ينادون عليك وانت جالس في يعني جلسه زينه ومريحه. انا تقريبا اخذت نصف ساعه عشان ابصم، لان كان في قدامي حدود 10 اشخاص شوي بطيئين، لكنهم يعني كلش مرتب عندهم، كل منهم اللي جاي من رايح. فالامر بسيط، لو انت سويتها يعني اونلاين بنفسك اخذت الموعد وكل شيء ايضا سهل عليك، تجيب اوراقك المطلوبه تمشي امورك. انا ما طلب مني شيء، كل اللي طلب مني الجواز عشان التخدين فقط لا غير، عشان تاشيره، قصدي طلب مني الجواز عشان تاشيره، واخذت بصماتي وصوروني وانتهت الامر. هذه التاشيره الان اللي في الركن اليمين الاحمر، هذا رقم التاشيره، هذا هو، وهذا تاريخ صلاحيه التاشيره، يعني من 8 معلش انا في السياره، من 8 توني مستلمها، 8 سبتمبر إلى 8 جون، بعد كذا خلاص ما عاد تنفع الاستخدام. لو تروح مثلا نقول 1 تاريخ صلاحية من 8 جون إلى 8 سبتمبر، لو تروح لو تروح 1 سبتمبر وتجلس الى 30 سبتمبر ما في مشكله، ما لها دخل. اهم شيء انك سافرت في فتره صلاحيه التاشيره، ولك بعد ما تدخل الصين 30 يوم، لك يوم تدخل الصين 30 يوم. هذا كل شيء، والحمد لله. طبعا انا اخذتها من مكتب اللي خلصها في الملز او في المربع بالاحرى، مشوار صراحه بعيد، صح اني ارتحت بس جيت وبصمت. بس انت ممكن انك تعبيها اونلاين، تحجز موعد وتجيب اوراقك معك وترتاح. احاول اشرح لكم الطريقه ان شاء الله.